الرحيم. اول شيء نفس التحيات للطلبه المعتصمين، ان شاء الله الله يوفقهم. اليوم محاضرتنا هي ماكسيلوفيشال بروستيسيس. طبعا الماكسيلوفيشال بروستيسيس يعني بدا يعني ياخذ هسه يعني العين صارت عليه والفندقرانج كلش مهم. حتى احنا هسه يعني القسم مالتنا حتى البروستاتيك هسه هو انضافت له كلمه يعني ماكسيلوفيشال بروستيسيس. يعني هسه احنا من تتخرج تاخذ الشهاده مثلا تكمل دراسات يعطوك يعني ماستر بالماكسيلوفيشال بروستيسيس الاورال اند ماكسيلوفيشال بروستيسيس. ف الماكسيلوفيشال بروستيسيس هو فرع من البروستيسيس اللي يهتم بالريبليسمنت مال الماكسيلوفيشال ديفكت. طبعا الديفكت مال الماكسيلوفيشال قد يكون اكوايرد مثلا بسبب تيومر، مثلا قد يكون كونجنيتال بسبب مثلا كليفت باليت فد شيء كونجنيتال يعني، وقد يكون ديفلوبمنتال اكو فد مشكله بال يعني بالنقص اكو فد بال يعني بالاجزاء الانسان ما يكتمل فيصير اكو فها. بس هو معظم الكيسات اللي هي احنا نشتغلها هي الاكوايرد اللي هي بسبب التيومر. من يصير تيومر يعني يروح للسيرجن، السيرجن ممكن ياخذ قرار انه يسوي سيرجيكال ريموفلز. طبعا مره ما يسوي سيرجيكال ريموفلز احنا راح نيجي دورنا احنا كماكسيلوفيشال بروستيسيس. فالانديكيشنز مالتها مثل ما قلنا وين بلاستيك سيرجري از كونترا انديكيتد، مثلا ما يقدر هسه مثلا هنا هو ما يقدر يسوي بالبلاستيك سيرجري هاي الكيس مثلا، او البلاستيك سيرجري مثلا الديفكت ما يقدر هو يحله. فمن اذا ما يقدر البلاستيك سيرجن يعني يحله احنا نتدخل. ريكيرنس از اكسبكتد. ريكيرنس يعني مثلا من يشتغل هو من نشتغل له احنا شغله لا خنصلح له اياه مثلا، واحتمال يصير عنده ريكيرنس، فما راح نقدر احنا نشوف يعني هسه هذا الفيض هسه هذا المكان. احنا اذا سويناه سيرجري ضميناه خفيناه، فاحنا اذا اكو هاي التيومر باحتمال انه ريكيرنس، حتى اقدر اشوفه اني ريكيرنس اسوي له بروستيسيس ريموفال بروستيسيس، ما اسوي له سيرجري حتى اقدر اشوفه. انا دائما كل فتره اشيل البروستيسيس واشوف اذا اكو صار ريكيرنس، لان الريكيرنس يبين. راديشن اسيستنت از ريكوايرد. مرات احنا البيشنت يعني ورا ما يشتغلوا له سيرجري او قبل حتى ما يشتغلوا له سيرجري ممكن يحولوه على راديشنز، همنا احنا نحتاج. بلاستيك سيرجري ريكوايرز ماني ستيبس از تمبرري ماكسيلوفيشال بروستيسيس، يعني ممكن علاجات تطول سنين. يعني هم مثلا فد مثلا بولت مثلا يعني جان شوت بولت مثلا بالتشيك، هذا يحتاج سنين يلا يعني يصير بلاستيك سيرجري. فهاي الفتره اللي هي ممكن كلش تطول، يعني فد 4-5 عمليات هاي الفتره هو هو ما يبقى هيك البيشنت، لا احنا نسوي له يعني ماكسيلوفيشال بروستيسيس. طبعا الماكسيلوفيشال بروستيسيس هو مو شغل بروستودونتكس فقط، هو شغل تيم. هذا التيم بيجي يعني مكون من عدة اختصاصات، ممكن يعني اول واحد الراديولوجيست، ثاني واحد البلاستيك سيرجن مثلا نيورولوجيست ابو الاي ان تي ابو النيورو يعني ابو العصبيه، دنتال سبيشالست ممكن طبيب اسنان، ممكن اورثودونتست همينه. ويا الماكسيلوفيشال بروستيسيس فهو يسحوله تيم ممبر، يعني كل يعني ما يقدرون يشتغلون الكيس الا هذول كليتهم يكونون موجودين حاضرين، يعني حتى كل واحد لان هو ممكن اكثر من اورجن، مثلا ممكن الاي لازم ابو الاوثالميك، ممكن النوز لازم ابو الاي ان تي، فهم هذول كلهم هم يجون طبعا. واللي يسوي البروستيسيس هو اللي يسويها كليه الكوردينيشنز وذم هو الماكسيلوفيشال بروستاتيك بروستودونتيك. طبعا الماكسيلوفيشال كلاسيفيكيشنز احنا قلنا اكو كلاسيفيكيشنز، هذا الاول اللي قلناه انه هو اكو اكوايرد وديفلوبمنتال وكونجنيتال. اكو كلاسيفيكيشن الثاني اللي هو حسب المكان مال البروستيسيس، ممكن يكون
اكسترا اورال بروسيسز وممكن يكون انترا اورال بروسيسز. الاكسترا اورال بروسيسز هو اذر ذان ذا اورال كافيتي، يعني اي مكان خارج الاورال كافيتي، ممكن يكون نيزل بروسيسز، اريكولر اللي هي الاير، الاوربيتال راديشن كارير، والكرانيال والكارير ستنت. هسه راح ناخذهم. بالنسبه للانترا اورال، اول واحد الاهم واحد هو عندنا اكثر شيء نشتغله احنا بالابتشريتر، يعني بالانترا اورال بروسيسز، هو الابتشريتر، الفيدنج بروستيسيس هذا البيبي فيدنج، والمانديبولار بروستيسيس، والسبيتش بروستيسيس. هسه كل هذني راح ناخذهم بالتفصيل. اوكي، اول شيء راح نبدي به الاكسترا اورال بروستيسيس. اول بروستيسيس هي الاكسترا الاريكولار بروستيسيس، اللي احنا هذه تكون طبعا احنا هنا نسوي امبلانت، هذني امبلانت يعني زرعات بالبون مال بالسكال، ونطلع من عندهن هذني الاتاتشمنت، ونجي احنا نسوي البروسيسز، اما يكون ماجنت، اما يكون كليبس، يعني ممكن اي احنا اي طريقه. يعني هسه طبعا دا يصير تطور بالسيليكون. هسه هذا شوفوها، هاي الاير، هاي سيليكون، بس الاتاتشمنت مالتها هو يكون يعني اما كليبس اما ماجنت. هاي الاريكولار بروستيسز. النوع الثاني مثلا النيزل بروستيسز، اللي هو تعويض من يكون عندنا النوز، من يكون عندنا النوز يعني ديفكت مثلا بي تيومر، او بي مثلا صار بي فد يعني فد تروما مثلا كار اكسيدنت مثلا، ممكن انه يدخل. انتم تشوفون هسه، حتى هسه شوف اكثر المتظاهرين، اكثر الناس اللي بدها تنضرب بالوجه، يعني راسا اول شيء يعني النوز هو اللي اكثر شيء يتاذى. الاوربيتال طبعا، هذا الاوربيتال شوفوا الاوربيتال بروسيسز، ممكن بس احنا بس نستخدم الاي، يعني نبدل بس الاي بول نصيح لها، بس هاي ممكن نبدلها، وممكن لا، ممكن هم يعني اكو يعني يصير جزء اخر من عندها هم يعني يضرر، فممكن طبعا هذه مالتها الاتاتشمنت مالتها ممكن اي جلاس، يعني بالاي جلاس. هسه شوفوا هاي الصوره بالاي جلاس احنا مخليها، شوفوا هسه هذا هاي اي جلاس مشكلين احنا البروستيسيس. هذه طبعا همينه، هذه طبعا وياها الديفكت همينه، يعني الاوربيتال فلورا هنا همينه، ممكن يعني هم هذه هم طبعا كيس تيومر، هم من الاوربيتال، ويا الاوربيتال هذا كليته احنا نعوضها ماتشنج. اوكي، ها ممكن احنا بماجنت نزرع فد ماجنت بالبون، ونجي نخليها بماجنت. هسه راح ناخذ بعدين الروتيشن مينز. هذه هم يعني شوفوا هذه هم هذه نوز وياها الاي سويه، ممكن يعني احنا شوف احنا السيرجن شيل شنو اللي هو، طبعا السيرجن من يجي يشتغل يشوف وين الاكستنت مال التيومر، ويعبر اكثر همينه، بعد تعرفون انت هو يعبر اكثر، ياخذ من النورمال تشو همينه حتى يضمن انه يعني يضمن انه ما يصير ريكيرنس. هذا ايضا كرانيال بروستيسيس، شوفوا جزء من البرين همينه انشال، ممكن احنا نسوي كرانيال بروستيسيس. هذا بوليمريك ماتيريالز، هذه يسوي لها اتاتشمنت بالسكرو، بعد شلون يسوي السكرو، هذه همينه يعني هم تعوض مكان البيز اوف سكال او السكال. هذه راديشن كارير، هذه شنو راديشن كارير؟ احنا مثلا عندنا مكان نريد ان نودي له الراديشن اله، فنلبسه هذا للمريض، وهو يكون بيه فد باث يمشي بيه هذا مادة السيزيوم او الراديوم، يخلوها هذا يجي عليها الراديشنز، هذه هو شغلته راديشن كارير. اوكي، هذا كله يعني بالاكسترا اورال بروستيسيس. هذا راديشن كارير، شوف شلون هذا يوصل الراديشنز. شنو يوصل يعني؟ يعني هذا انت هسه تريد الراديشن يجي على هذا المكان مال تيومر، ما تريده يضرب غير مكان، فتسوي له يعني فتخلي هذا اللي هو السيزيوم، او طبعا السيزيوم هو راديو اكتف ماتيريال، يعني نوويه، ماده نوويه يسحوا لها راديو اكتف، يعني فالسيزيوم او الراديوم، يعني هن ذن ما تعرفون الراديوم هو الاكتشاف الراديوم، اي يعني ما مدام كوري هي اكتشفت اليورانيوم، اول شيء اكتشفت الراديوم، فهو هذا يعتبر انه ابسط واحد بهني يلا تشتغل بيه سنين يلا ماتت، يعني مو مثل اليورانيوم ولا مثل البلوتونيوم، هو هذا شو اسمه هذا يخليه وهو يجي الراديشن عليه، فهو هذا راديشن كارير، يعني شغلته راديشن كارير.
هذا همين كاريال ستنت، هذا مثلا همين نفس الحاله. احنا اني عندي مثلا مكانات اريد اشيلها مثلا بين ما يصير هيلينج، اني هذه ميوكس ممبرين وهذه تشيلها بس فتره مؤقته. هذا كله اكسترا اورال. هسه نجي على هذا، اكو ممكن يجي انتر اورال واكسترا اورال تسوي. شوف هاي الكيسات مثلا، هاي انتر اورال واكسترا اورال تسوي، يعني هي ما عندها، هي عندها ابتشريتر وهذا يشيل بيز، يشيل الماكسيدا نصها، يشيل نص الماكسيدا، يسحولها هيمي ماكسيلوكتومي، ومرات يضطر يشيل الاوربيتال، همين يشيل الاوربيتال فلور كليته، يعني هذا الاوربت كلها يشيلها احتمال، يعني هو يشوف انه هو المفروض يشيل كل شيء. فاحنا نجي نعوض، ممكن يكون هو كومبينيشنز انترا اورال واكسترا اورال. طبعا هذا تشوفون شلون مالته، هذا ماجنت او هذا كليبس مثلا، مو ماجنت، شوف كليبس يعني يجي هنا ميل وفيميل ويقعد بيه. اوكي، نجي على الانترا اورال. طبعا الانترا اورال هو اهم بروستيسيس، واللي هو انتم تركزون عليه حتى ببطايتكم، واللي هي يعني احنا بالنسبه لنا اكثر شيء نركز عليه الاوبتشريتر. الاوبتشريتر هو من يكون انا عندي ديفكت يعني هو كلوز تو كلوز ذا ديفكت اوف ذا ماكسيلا، يعني هو الاوبتشريتر، كلمه اوبتشريتر هي خاصه بالماكسيلري، ماكو شيء اسمه اوبتشريتر بالماندبل. اوكي، ماندبل هسه راح ناخذ ماندبل بروستيسيس تختلف، بس هذا من نقول كلمه اوبتشريتر احنا نقصد الماكسيلا، هذا اللي بس فقط بالماكسيلا. فطبعا هذا شنو فائدته، هو هذا الاوبتشريتر شنو فائدته؟ اول شيء طبعا احنا من يصير ديفكت بين الاورال كافيتي وبين النيزل كافيتي، بعد ما راح يقدر البيشنت ياكل اي شيء ولا راح يقدر يشرب اي شيء، لان راح يصير اكو فد يعني بيناتهم اكو كونتينوس باث، فما راح يقدر البيشنت ياكل ايش. فاول شيء، اول غلط يسويه هو الفيدينج، زين، بعدين يسوي بقينا المنطقه كلين، يعني هاي المنطقه طبعا انت من شلت التهسه، شلت الماكسيلا، الماكسيلكتومي شلت مثلا الهيمي، خلينا نقول شلت نص الماكسيلا او شلت مثلا بس الباليتال ريجن، هسه راح نشوف السكشن مال الماكسيلا هسه راح نشوفه. بس انت من شلت هذا الشيء، انت اذا انت جيت غطيته راح تحافظ عليه من الفود تبريس، من البكتيريا، من المايكرو اورجانيزمز، راح تحافظ عليه. فيبقى هذا انهانس هيلينج همينه طبعا، لان هو راح يعني هو قلنا لكم راح يحافظ على المنطقه كلين، فالهيلينج راح يصير احسن اكيد. وري شيب اند ري كونستراكت ذا باليتال كونتور اند اور سوفت باليت، يعني هو همينه انت من راح تيجي تخليه، هو راح يعني التشو راح تيجي يعني تلتحم به، فراح يسوي ري شيب للباليت. امبروف سبيتش طبعا، انتوا شايفين يمكن ما يمكن هسه ان شاء الله من تتخرجون قدامون بالمكزيلا فيشيال سيرجري، ابو المكزيلكتومي اول ما يجي احنا نقول عليه خن، يعني خن يعني يحكي من خشمه، يعني الصوت يصيحوا له نيزل سبيتش، هايبر نيزل سبيتش، يصير بيخن الحكي مالته. ليش؟ لانه هو لان احنا الصوت من يطلع لازم البلت مسدود، فيطلع الصوت من هنا، من البلت مفتوح راح يصير مثل يعني ايكو، يعني راح يصير فيطلع الصوت هيرشي، يطلع الصوت حتى من خشمه يطلع، فيصيحوا له نيزل سبيتش. فانت من تجي تسد هاي الفتحه بين الاورال كافيتي وبين النيزل كافيتي راح يصير امبروفمنت بالسبيتش. هسه يشوف احنا هنا بالكلاسيفيكيشنز، هذا مال ريسكشن، من يجي سيرجن يريد يسوي ريسكشن، اما يشيل بس الميد لاين، اما يشيل اليونيلاترال، اما يشيل السنترال، اما يشيل البايلاترال انتري، يعني هاي الاشكال، هذه الكلاسيفيكيشنز، هذه هو الارماني. الارماني كلاسيفيكيشنز موجود بس ما يبين، لا الارماني كلاسيفيكيشنز هو اما ميد لاين، اما يونيلاترال، اما بايلاترال، هسه شوف هذا بايلاترال، اما بوستيريور، هذا بوستيريور، اما انتيريور، هذا كلاسيفيكيشنز لهم، حتى هم السيرجن يعني احنا بالنسبه لنا ما يفرق لنا، احنا اي شيء عندنا ميسنج نبدله، بس هاي هم بالنسبه لهم من يريد يشتغل مثلا، من يريد يسوي ديسكريبشن للكيس، يقول انا اليوم سويت ريسكشن كلاس 4، انا اعرف هو شنو اللي شاف بالكلاس 4، انا اعرف، لان انا كلاس 4 احنا متفقين عليه الكلاسيفيكيشنز موجود. زين، هسه نجي الى اهم نقطه بالابتشريترز. اهم نقطه بالابتشريترز انه الابتشريترز هو تايبس، يعني هو تايبس، بس هو تايبس، بس تايب شنو يعني ويا فتره زمنيه، يعني شلون؟ يعني المريض
مو رأسا أنا أسوي له ديفينيتيف بروسيسز. إنه صحيح ثلاثة سيرجيكال وإنترنال ديفينيتيف، بس أنا ما أقدر أسوي له ديفينيتيف بروسيسز رأسا لأنه هو أستوى مسوي سيرجري، ما أقدر. هذا يحتاج وقت. شلون هسه إحنا من تريد تسوي بروسيسز شو تسوي؟ شو تقول للبيشنت؟ تقول له اشلع سنك وانتظر شهر. هو أنا أقدر أسوي له رأسا مو، بس أنا لازم عندي وقت. بالنسبة للمجزولة في أشهر بروسيسز هو هذا الوقت. هنا هي هنا خلينا نقول صعوبة الموضوع وأهميته. أنا هذا بس افتهموا لي هاي النقطة، يعني السؤال 100% جاي منها. السيرجيكال أول واحد، أول نوع السيرجيكال. هذا السيرجيكال شلون نسوي؟ هذا يجي المريض، يجي يطب المريض، يقعد السيرجن يقول إحنا، يقول له مثلا بالتحاليل بالاكس راي بالهذا شافوا انه هو عنده تيومر، بالام ار اي شافوا انه عنده تيومر بالمكزله. فالمفروض شلون يصير السيرجيكال؟ يصير قبل ما يصير ريسكشن، قبل ما يطب العمليه انا احضر له اياه. شلون اقعد ويا اخذ امبريشن للبيشنت قبل ما اسوي له ريسكشن، قبل ما يطب العمليه اخذ له امبريشن، اجيب الكاست اقول له يا سيرجن، يا 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 مجزولة فيشل سيرجن، تعال قل لي انت منين راح تسوي الريسكشن، التيومر وين واصل؟ اياك كلاس. قل لي انت ايش قد راح تشيل؟ راح اشر لي هاي المنطقه كلها راح اشيلها. انا ايش اسوي؟ الاسنان اللي موجوده بهاي المنطقه اشيلها، فقط الاسنان اللي موجوده بهاي المنطقه اشيلها، واسوي سيرجيكال احضر اشيلها من الكاست، يعني اشيلها اسوي لها ترمينج من الكاست، تفهموني؟ احضرها هذه، اسوي له فينش دنتشر، اكمل له اياه قبل ما يطب العمليه. مجرد انه هو دخل للعمليه كمل، انا راسا البس له اياه السيرجيكال اوبتشرايتر. التايمينج مالته ايش وقت؟ ذا داي اوف اوبريشن، يعني بيوم العمليه يلبسه، ممكن ثاني يوم، بس هو المفروض بيوم العمليه يعني يلبسه. لازم انت مسوي له اياه. شوف انت مسوي له اياه، شوف هسه هذا الكاست، شوفوا هسه هذا الكاست، هذا الكاست الجاي قال لنا قال انا راح اشيل هاي، شلنا هاي الاسنان وسوينا احنا هذا قبل ما يطب العمليه. البيشنت قبل ما يطب العمليه شلنا هذني اسنان، شلنا وسوينا له هذا، حضرنا له اياه، خلينا الكلاس باك بالجهه الثانيه، هاي الجهه خلينا عوضناها اسنان. طبعا هاي الاسنان هو بعدها هسه ما شايلها، بس انا سويته كملته. من اجي اشتغل له سيرجري، من اجي اشتغل له سيرجن، انا افوت وياه ويا السيرجن، افوت ويا المجزله فيشل سيرجنز، البس الهيا على اللي هو الريسكشن اللي هو سواه. فالسيرجيكال اوبريشن مالته، السيرجيكال اوبتشرايتر ار ذا داي، شو وقت ار ذا داي اوف سيرجري اوبريشن. فائدتها طبعا هي طبعا هنا بس اكو شغله لازم تفتبون عليها من اذا اجاكم سؤال فروقات. هذا ما بي بلب، يعني ما بي شيء طب بالديفكت، بس مجرد كلوز. يعني انا هسه هو مو شال من البلت، انا ما اجي اطب جوا، ما يعني ما اعرف انا هو ايش قصده، بس مجرد كلوز اسوي له هذا كلاس، بس مجرد كلوز على مود يقدر ياكل، على مود همينه نفس الاشياء اللي احنا هسه قلناها بالاوبتشريتر. شوفوا هو اقدر اخلي سيرجيكال باكينج، يعني انا مثلا خليت سيرجيكال باكينج، خليت مثلا هذا الايودو فورم، هذا اللي هو الباك سيرجيكال باك اللي هاي اللي هي التعقيم، هذا يخلوها هيك مثل الحبل، هي تجي يفروها ويخلوها وتجي تلبس هذا فوقها، فهذا يحافظ لك على الباك، هذا يعني يسوي ستيرلايزيشن للمنطقه. طبعا همين اورال كونتامينيشنز اكيد يروح، البيشنت سبيك يقدر ياكل، ديجليتيشنز يقدر ياكل. وطبعا السايكولوجيكال امباكت راح يقلله، طبعا البيشنت مو مثل ما انت يعني طلعته نص المجزله مالته، لا انت معوض له، على الاقل سايكولوجيكال راح يقلل الموضوع و ريديوس بيريد اوف هوسبيتاليزيشنز. هسه نيجي للانترن. طبعا ايش قد يلبسه سيرجيكال؟ ايش قد يلبسه سيرجيكال؟ مو هذا داي يلبسه 7 إلى 10 أيام، 7 إلى 10 أيام فقط، يمشينا هاي الفترة 7 إلى 10 أيام أجي أسوي له الانترم. هسه راح نجي على الانترم. الانترم أنا أجي أخذ له إمبريشن، أخذ له إمبريشن للديفكت، يعني أجي أخذ له شلون هسه هذا، شو هذا شوفوها بعد، أنا هسه بعد أنا مو أنا اللي شلت الأسنان، بعد أخذ لك إمبريشن إلا مالته على نفسه، لا مو على نفسه، على موجود هو على البيشنت ماوث،
بعد الكاست اللي سويته انا ذا انتهت بعد السيرجيكال اوبشريتر بعد مالي علاقه بيه. اج ها سبعه هسه مده مال انتر. لا انتظر هسه خلي اجيك. مو هو بيها شغلات الانتر بيها شروط. اول شيء انا هذا الفرق انه انا اسوي بالب يعني انا اسد هذا اسوي. شوف شلون ده يسويها. هذا سوى اخذ امبريشن سوى هاي. شوف هاي الامبريشن هاي هاي الفاينل امبريشن هاي احنا هيك ناخذ الامبريشن. هذه امبريشن كومباوند هذه الجينيت. اوكي ممكن اننا نسوي واشنج همين بها يعني يعني ممكن هو يفضلون بالديفكت يفضلون الامبريشن كومباوند او حتى هسه طبعا هسه السيليكون الكونديشن سيليكون يعني الربر ماتيريال. فسوى هسه سوى كلوز ذا ديفكت. اوكي بس سواه من هذا الاكريليك العادي اللي احنا نشتغله هذا الاكريليك العادي. زين هذا اول شيء قلنا بالب. شغله ثانيه هذا لازم كل اسبوعين اسوي له ريلايننج لان هذا راح يصير لوز وده يصير هيلينج والهيلينج مالته ده يصير سريع. فاني كل اسبوعين اجيبه للبيشنت اقعده اشوفه لوز لو ريتينتيف. اذا ريتينتيف اقول له بعد اسبوعين هاك هاي موعد اسبوعين الاخ اسوي تشيك كل اسبوعين. اجي ورا اسبوعين الثاني هو شويه لوز اطلع اخلي تشو كونديشنر. تشو كونديشنر هي ماده هاي تتصلب بس ها هي تمبرري يسحولها تمبرري ريلايننج. نسوي بها تمبرري ريلايننج يعني هاي الكونديشنرز. احنا اذا تدرسون الريلايننج احنا اول شيء نسوي تشو كونديشنر اذا شفناه صارت النتيجه نحول على الريلايننج يعني صار امبروفمنت. فهذه ماده هي يسحولها تمبرري ريلاينر تمبرري ريلاينر. هذه اسبوعين نخليها ورا اسبوعين هم نشيك له. هاي الفتره يبقى بيها انترم 6 اشهر. 6 اشهر هو لابس انترم. اني خلال هاي الفتره اني كل اسبوعين اقول له تعال اشيك الريتينشن مالته. قد ما يحتاج اوكي يعني قاعد لا يحتاج اخلي له اوكي اخلي له تشو كونديشن واقول له روح. ورا 6 اشهر ورا 6 اشهر الهيلينج صار اوكي الريكرنس احنا هسه عبرناه طبعا وها والتايمينج هاي 6 اشهر همين هاي ضيفوها راح يصير اربع نقاط. التايمينج هذا يعتمد همين على هواية اشياء مو يعتمد على الديفكت مو يعتمد على الكونديشنز اوف ذا بيشنتس يعتمد على الايج اوف ذا بيشنتس يعتمد اكو اشياء غيرها بس هو نورمالي احنا نخليه 6 اشهر يعني الانترن 6 اشهر بس اذا كتبت لي 6 اشهر بس اعطيك نص درجه يقول لي 6 اشهر كل اسبوعين يجيني اسوي له ريلايننج مو بس تقول لي 6 اشهر وها هي اوكي ورا 6 اشهر اجي اسوي له الديفينيتيف. الديفينيتيف اللي هي كوبالت كروميوم شوفوها الديفينيتيف بروستيسيس مو هذاك الاكريليك اللي انا سويته لا كوبالت كروميوم الديفينيتيف بروستيسيس هي هاي اللي انا بعد خلاص طبعا وهذه تكون عاده يكون السيرجن يقول لك يعني خلاص ابدي ستارت يور ديفينيتيف بروسيس يعني تاخذ الاوكي من عنده بس هو عاده هي احنا عندنا الانترم 6 اشهر زين. فاحنا اول شيء هذا قلنا هذا فيسز هذا ممكن يجيكم سؤال هاي السلايد ممكن يجيكم سؤال في الفيسز اوف تريتينج وذ ماكسيلكتومي بري اوبراتيف هذا البري اوبراتيف 10 days زائد ناقص 10 ايام. temporary obturator اللي هو سحوله post surgical impressions هذه post surgical impressions يعني مو مثل هذاك. checked every 2 weeks to check its soft tissue healing used to almost 6 months okay. والdefinitive هذا هو permanent خلاص انت سويت للdefinitive prosthesis. فالtiming هذا مهم الفيسز هذا مهم هذا السلايد كلش مهم زين. طبعا احنا اذا اجاني يعني اذا هسه طبعا اللي يصير عندنا ما يصير عندنا بهذا الشكل. هسه احنا شويه صار سنتين ثلاثه فتحنا احنا جامعه بغداد فتحت ويا مدينه الطب فتشانل فبدينا هسه احنا نشتغل هذا الابروتش. هم كانوا قبل شيء يسوون يطببه ويدزلنا اياه ورا يومين ثلاثه يدزلنا نسوي له السيرجيكال. طبعا نسوي له السيرجيكال بنفس اليوم ناخذ له امبريشن شلون ما كان وهو بين وبليدنج يعني painful وبليد يعني تشو ناخذ له امبريشن هيك شلون مكان بس مجرد انه نسوي له كلوز ذا بنسوي لها بنفس اليوم. بس هسه لا صار سنتين احنا بالقسم قلنا لهم اي بيشنت عندكم انتم يريد يدخل ماكسيلكتومي يريد يدخل شو اسمه دزونا اياه
حتى احنا نسوي ننطي للبيشنت وياه ندز له وياه نخلي له ياب علبه نقول له ياب هذا ما تاكل السيرجيكال اوبشريتر احنا نصيح له سيرجيكال ستنت او سيرجيكال اوبشريتر ندز له وياه حتى السيرجن راسا هو ودي يشتغل راسا يلبس الهياب. ها النوع الثاني البيبي فيدينج. طبعا هذا البيبي فيدينج هذا وايد اشتغلنا احنا هسه بالكليه كلش وايد اشتغلنا كل واحد اشتغل بينا 10 ما شاء الله شو احنا ما ادري ايش يعني الكليفت بلد كلش هوايه عندنا طبعا ودائما نشوفه احنا بزواج الاقارب يعني من نشوفهم قرايب اسن تشوفوه هذا ممكن انه هو هذا احتماليته تزيد يعني فهذا البيبي فيدينج هذا يجينا البيشن عمره يوم يعني عمره يوم اليوم اجل الدنيا او بارحه اجل الدنيا بس ما يقدر يرضع ما يقدر ولا يقدر كل شيء يسوي كل شيء يعني يفوت وما يقدر اصلا ما عنده ما يقدر سكنك لان يعني مفتوح البلد فنسوي له هذا البيبي فيدنج احنا نسوي له اياه مجرد يعني فشيء هيك يعني كلير اكريليك نسوي له اياه وبسرعه بنفس اليوم ناخذ له امبرشن هيك فشيء خفيف نسوي له الكاس طبعا هو قاعد برا نشتغل البيبي فيدنج بيت هو قاعد برا نسوي له اياه غسل ونلبس الهيال ما نقدر نقول له تعال باكر يعني هو يعني ما ياكل صار له يوم مثلا ما ياكل ما عنده اكل يعني اللي ياكله فلازم انت تلحق عليه يعني فهذا البيبي فيدنج هذا همينه هذا يعني كلوز فد كلوز ذا بلت الى ان نسوي له احنا بعدين اكو اللي هو النام ابلاينس هذاك يكون شويه اكبر بس احنا هذا البيبي فيدنج بلت هذا يعتبر ما نزله فيه شخص هذا نسد البلت على مود يقدر يسوي ساكينج على مود يقدر يسوي فيدنج يعني حتى مي ما يقدر يعني حتى العفو حليب ما يقدر يشرب اذا ما نسوي له اياها هاي ريموفبل دكتور هي 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 ما بيها ريتينشن هي ريتينشن مالتها يعني بالديفكت لان احنا ما عندنا وين نخليها يعني ما عنده لا هو تيث ولا عنده رج حتى رج تلقى ما عنده فاحنا نسويها شلون يعني بالديفكت نسوي فد بالديفكت ندخلها بالديفكت شويه هي تاذي للطفل شويه نسوي لها يعني برشر اريا نشيل البرشر اريا ولا بس هي يعني مجرد بس على مود على مود الفيدنج يعني الى ان طبعا السيرجن يجي يسوي ابروكسيميشن للبلت البلت مو يكون متباعد هو يسوي له ابروكسيميشن للبلت السيرجن بس احنا بين ما هو يوصل لهاي المرحله هو لازم ياكل يعني لازم يشرب حليب سبيتش appliance prosthesis زين هذه speech appliance prosthesis اكو عندنا نوع ثاني اسمه palatal lift prosthesis هذا طبعا اثنينات نفس الشكل باب شوف نفس الشكل كانه هو نفس الشيء هو شنو اللي دا يصير بالنسبه لل speech appliance speech appliance يكون عندنا شنو الفرق عن هذاك خاف يجيكم سؤال شنو فرقه ال speech appliance يكون اكو عندنا defect بالsoft palate يعني اكو soft palate مشيول من عندها فاني راح يصير ال speaking مالته راح يصير بي problem فاسوي هو هذا speech appliance اللي هو هسه الفرق الاول شنو هو انه هو الفرق عن هذاك اكو ديفكت هذاك ما بي ديفكت هسه نجي هذاك ما بي ديفكت الفرق الثاني عن هذاك هذا فيرتيك هيجي المادل الاكستنشن هيجي الاكستنشن مالته بس مجرد يسد ديفكت هذاك اسمه باليتال ليفت يعني يرفع فشكله يصير فيرتيكال الاكستنشن فيرتيكال شوف الاكستنشن فيرتيكال اوكي هذا الفرق بيناتهم خاف يجيكم فرق بيناتهم هذا السؤال يجوز تركي يعني فالفرق الاول انه هذاك يكون يعوض ديفكت هذا البليت اللفت ما يعوض ديفكت السوفت تشو ما بيها شيء بس شنو السوفت تشو doesn't function well for neurological cause يعني هو البيشنت هذا عنده مشكله عصبيه يعني عنده مشكله نيورو فالباليتال السوفت باليت doesn't function يعني there is no defect there is a loss of function of the soft palate okay هذا الفرق الثاني والفرق الثالث طبعا بالاسم هم كل واحد الاسم speech هذا speech طبعا هم اثنيناتهم يعززون السبيتش هم اثنيناتهم يتحسن السبيتش بيهم بس هذا الفرق انه هذا يرفع ال palate يرفع السوفت باليت شوف شلون بقى شلون يرفعها يعني
اوكي. المانديبولار ريسكشن بروستيسيس، احنا قلنا الماكسيلري هو الاوبتشوريتر. المانديبولار لا، هو اسمه مانديبولار ريسكشن بروستيسيس. همينه راح يجي هسه السيرجن راح يجي يسوي ريسكشن. طبعا الريسكشن همينه انواع، همينه تايبس، هذا همينه كورتس كلاسيفيكيشنز. كورتس هذا مثلا هذا كلاس 1 او تايب 1، يكون يشيل بس هذه ويعوف لنا الانفيريور بوردر. تشوفون يعني يشيل بس هذا، يعني هنا المنطقه هاي، ويعرف لنا. طبعا هاي اذا عرفناها هاي كلش يعني يصير كلش بنفيشال بالنسبه لنا كبروستودونتكس. انا عندي انفيريور بوردرز كلش اوكي، اقدر اسوي عليها. التايب 2 شي يشيل هذا كله، يشيلها منا سكند بري مودرز اند فيرست مودرز. هذا ميد لاين، تشوفون الريسكشن هذا كله ماكو، يعني منا لهنا ماكو. هذا عادة هم شي يسوون، شلون يعوضوا؟ هسه صار شوية تطور، إذا تريدون أشرح لكم إياها شي يسوي. هسه هذا الجزء، هذا تشوفون هذا الجزء هسه شاله، هذا النص يا هذا هسه هذا، حتى هذا شي يسوي؟ يسوي ياخذ هذا 3D، ياخذ له 3D للبيشنت. شي يسوي بال 3D؟ بال 3D قبل ما يسوي العملية بال 3D يسوي 3D برينتينج. ورا ما سوى 3D سوى برينتينج، طبع. شلون هسه مثلا لما تروح انت بالمول يطبعون صورتك، شايف هسه هذا بالمول هسه هاي الخدمة، ياخذوا لك صورة ويطبعوا لك اياها، نفس الشيء. سوى 3D برينتينج، اجى ورا ما سوى 3D برينتينج قصها. قص منين دا يقص سيرجن؟ قصها، مو قصها، سوى لها 3D سكان همين القص الجديد، مو سيرجن قص هسه، سوى 3D سكان الجديد. ورا ما سوى 3D سكان سوى ميرورينج. اكو فت خطوه يسحوا لها ميرورينج. ميرورينج يعني شنو؟ يعني هذا الديفكت، هذا الجزء جابه منه، اوكي. فسوى واحد جديد راح يسوي 3D برينتينج للجديد مره ثانيه. وش يسوي 3D يسوي هذا الجديد اللي هو سواه؟ يسوي له مش، يسوي له مش، او يسوي له فدرودز، فشبكه يخلي لها، بحيث السيرجن يجي هاي جاهزه الطول، ما يقعد هو يشيك بيها ويا هي وين يقعدها، لا هي يجي جاهزه، يجي بس يجي يضبها، يجي هنا يخلي هنا يجي يخلي يضبها، ويجي فوق يضبها، اوكي. هذا يعني هذا مكزوله فيه شيل سيرجري. هذا الريسكشن، هذه سيم ديزاين كونسبت تايب 2 تايب 3 نفس الشيء. هذا هنا يشيل بس الانتيريور والبوستيريور دنتشر بيرج، هذا شوفها بس هاي شايلها، بس هاي شايلها. طبعا هذا كلاسيفيكيشنز. كل شيء يقدر يسوي هسه بال 3D برينتينج، كل شيء يقدر يسوي. بس هو طبعا يعني ما يقدر البيشنت، يعني ما يقدر البيشنت يمارس حياته بشكل طبيعي، يعني ما يقدر. شوفه ورا 6 اشهر شوفه نص وزنه نازل، ما يقدر ياكل، يظل ياكل كله يعني سوائل. وحتى يعني هو اول شهرين ثلاثه هو ما يعني ما ياكل اكل، يعني فشي حتى الاكل يطحنه يعني بالعصاره وياكله، يعني حتى الاكل اللي احنا مثلا ناكله هو يعصره وياكله، يعني ما عنده ذيك هذا. الريتينشن ميثودز، الريتينشن ميثودز ممكن احنا بالاناتومي، يعني انا بالاناتومي مالته اسوي ريتينشن. بالريتينشن يعني شوف هسه، شوف هذا مثلا، هذا بالدنشر، شوف شلون ريتينشن بالدنشر، يعني مسوي ريتينشن للي هو هاي المنطقه اللي هو كشايلها، هاي يسحوا له ترينجل، هذا الترينجل يسحوا له الترينجل اوف ديث، هذا يسحوا له طبعا ترينجل، هذا الترينجل يسحوا له ترينجل اوف ديث، هذا شايلي. شوف شلون معوض لها، يعني انت شوف انت بعد انت اناتوميكال، يعني الريتينشن بعد انت شلون تفكر بيها. بس واحده من الطرق اللي هي اناتوميكال. الطريقه الثانيه ادهيزف، كلش هاي طبعا اكو فد انواع كلش هوايه مال ادهيزف، ممكن انت بالادهيزف تسوي ريتينشن. واكو ميكانيكال، اكو مثلا ممكن هاي تشوفوها اي جلاس، تشوفون هاي اي جلاس شايل النوز، انت شايل النوز باي جلاس، ما تحير بعد بالامبلانت وتسوي يعني تتعرض البيشنت الى جراحه، ويجوز يعني لا انت تخلي له من هاي الاي جلاس، وهو بعد هي هاي ريموفبل يعني.
مثلا امبلانتس، شوف هذا امبلانتس ماجنت، هذا ماجنت اوكي، هذا ماجنت يعني هو طبعا كل واحد بيهن بيهن شغلات زينه وبيهن شغلات مو زينه. ماجنت ممكن يعني شغله بيه انه هو ممكن ورا سنتين انت تبدله، لازم الماجنت تبدله، بس هو يعني موست بريفيرد باي ذا باي ذا باي ذا بروستودونتست هو الماجنت. طبعا هاي الكليبس، هذه همين كليبس، شوف هاي احنا نصيح لها طباقات، بالطباقات زين. هاي كلاسب ممكن بكلاسب، هاي كلاسب ممكن بكلاسب، يعني انت سويت روتيشن بكلاسب عادي زين. هسه نجي على الستيبس، هذه الصورة اللي هسه احنا هاي الصور كلها مع القسم مالتنا، هذا شغل كله شغلنا يعني. ناخذ هاي نسوي سبيشال تراي، نسوي هذا الديفكت، ناخذ له امبرشن للديفكت همينه. شوفوا هذا بوردر مولدنج ده اسوي باعه، هذا بوردر مولدنج للديفكت، شوفوا هذا كله تريسينج للديفكت. بعدين نجي نخلي اللايك بودي، اللايك بودي ناخذ بيه كله باللايك بودي. هذا شوفوا الديفكت دكتور، هذا نفس الامبريشن مالتنا العاديه يعني، اي نفس الامبريشن، بس السبيشال تراي هي انت قبل السبيشال تراي. احنا ناخذ برايمري، ناخذ برايمري بالامبريشن كومباوند، بعدين نسوي السبيشال تراي. السبيشال تراي هي تجي يعني هي تجي اوريدي اكستندد تو ذا ديفكت، فانا اجي اسوي بيها بوردر مولدنج، شوف شلون، بعدين اجي اسوي بيها شو اسمه اللايت بودي. هاي همينه هاي كيس، هاي همينه بال هذه بالالجينيت طبعا، امبريشن كومباوند والجينيت ممكن همينه ناخذها، امبريشن كومباوند والجينيت. هاي المنطقه بالامبريشن كومباوند، وهذا تشيك، هاي الخطوه الثانيه اللي هي تشيك، العفو هاي هنا ناخذ سنتريك وهذه تشيك زين. هاي امبريشن ميكينج، هاي هم عندنا هاي احنا انا عندي هوايه صور هاي احنا ناخذ، احنا ما ناخذ بهاي، احنا ناخذ بهاي الطريقه اللي هي لا سرنج عاديه، سرنج نخلي شويه، اول شيء نفتح العين، نفتح العين يكون واحد واقف يمك يفتح العين، وانت تجي تخلي اللايت بادي شويه تخليها بالسرنج، تخلي شويه بعدين تجي تخلي مره لا، وبعدين تطبب يعني السرنج تبقيها الى ان تصير ست، وشيلها هي والسرنجه، يعني الامبريشن تطلع هي والسرنجه وتصبها. طبعا هاي طريقه الصب مالتها سهله جدا، احنا مثلا شو نسوي حتى لا تصير عليكم يعني صعبه في شيء، نسوي فد جلاس بستون ونجي نخلي هاي بيها ويسيد يسيد بيها فنفتحها. طبعا من البدايه كنا نسوي بوكسينج وما ادري شنو، بعدين علمونا قالوا لا ماكو داعي يسوي بوكسينج، يعني بالكتب بوكسينج وتسوي لها بوكسينج فشي كلش متعب يعني. هذه همينه، هاي شغل قسمنا، هذه ماكسيلكتومي، اوكي هذه شغل قسمنا، هذا دكتور ايهاب اشتغله. العفو دكتور، نعم بس الصوره على الصوره اللي قبلها، يعني قبل شويه قلت انه هو اكو بيه ماكو داعي نمدها للديفكت، اي السيرجيكال اوبتشريتر يمكن السيرجيكال، هن كلهم اوبتشريتر، هن ثلاثه من اوبتشريتر، سيرجيكال اوبتشريتر وال انترم اوبتشريتر. هذا السيرجيكال هذا بس يمشيني اسبوع 10 ايام، اني البيشنت راح يسوي له جراحه راح يطلع ياكل، بعدين راح يصير عنده هيلينج، اني خلال 10 ايام راح تتغير الامور، راح الاوديما يصير عنده اوديما همينه، يعني هو ورا السيرجري عنده اوديما، هو على مود الاوديما هي سبسايد، الاوديما تحتاج 10 ايام الاوديما سبسايد، يلا انا اقدر اشتغل. بس بالانترم هذا انترم لا، انا اسوي لك ستنت اسد، يعني بالانترم قلت لكم انا كل اسبوعين حتى اشيك، يعني اشيك انا هي هاي المنطقه اكثر شيء هي اللي يصير عندي بها يعني الخلل. هو عاده وين يصير الديفكت؟ الديفكت يصير هنا هنا، هذا مو هي مثلا تلتئم يبدي هيلينج يصير، فشويه تبدي يعني ترجع شويه، فيصير اكو فراغ بينها وبين فيبدي يصير لوز. فانا شو اسوي كل يعني احنا عاده احنا نعرف انه هو المشكله هنا بس بالبريفري بالبريفري، فنخلي ونرجع نخليها بالبيش مال كل اسبوعين اوكي. انت لا تقول لي هو ذاك اوبتشريتر، وهذا كلنا اوبتشريتر، بس كل واحد
يتسمى حسب الوقت اللي هو اللي يشتغل فيه. سيرجيكال يعني هذا داي اوف سيرجري، انترم يعني بعد 10 ايام بس يطول 6 اشهر. ديفينيتيف لا، هذا اللي هو بيرمننت. هذا اهم شغل قسمنا، هاي اهم شغل قسمنا، يعني هاي احنا اخذناها. هاي يعني واحد يعني ولد وياي طالب وياي، احنا انا هم اشتغلت عين بس ما اخذت لها صور بصراحه، بس هو اخذ لها صور. هي يعني هاي المنطقه كليتها، شوف اشتغلناها. يعني احنا مو كلش يعني بعدنا بالماتيريال الحقيقه، احنا بالشغل البروستاتيك ما عندنا مشكله، بس بالماتيريال بعدنا بنشتغل بماتيريال قديمه. بس هسه شوفوا النتيجه يعني اوكي مرضيه صارت للبيشنتس، يعني مو كلش هذا. بس هاي جلاس مو هاي اي جلاس وروتيشن بالهذا همينه سوينا له بالدنشر همينه واي جلاس زين. هاي عندنا بالكليه. ثانك يو اوكي. المحاضره انا ما اريد اتخلي بيها، يعني هي كليه تتعلم.